نشوف ميادة ولا راح ناكل اليوم؟ قافل باب قلبي انت من يا باب جيت. أوه. صباح الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ هاي صباح الخير ذا نزلنا الصبح، مساء الخير ذا نزل الفيديو المساء. شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو قلنا خلينا نغير لكم شويه ونطلع ناخذكم ويانا سفره، بس شو صارت مطر بالبدايه، قلنا الجو حلو هاي وماكو مطر. فخلوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، وحتى تعرفون احنا وين رايحين اليوم. فتعرفون حبايبي هواي يكتبون يلا دنيا تحضيرات رمضان وما اعرف شنو من هالسوالف، تعرفون احنا رمضان على الابواب ان شاء الله، والله يبلغنا واياكم رمضان لا فاقدين ولا حزنانين ولا مرضانين وبصحه وبعافيه وبسلامه. فهسه الجبي اسمه يخلينا نحكي. فاليوم ما رايحين سوق العرب بهولندا، فقالوا لي بيه هوايه شغلات عربيه وديكورات وهيك سوالف، فقلت خل اروح بلكي نلقى طلبنا هناك. جبت لهم ريوق، قعدتهم اليوم من غبشه كلهم معوشين. هذا حنوش، هواي يقولون حنوش شنو مو ابنكم، ليش ما تطلعوا بالكاميرا؟ يابا ابننا بس هو يستحي. تبنا لو مو ابننا؟ ابننا؟ الحمد لله والشكر. بعدهم نعسانين، قعدناهم من غبشه. يلا جبت لكم ريوق، هسه تسوي لهم ريوق يتريقون، وبعدين روحوا بطريقنا يبعد ساعتين. ماما انت اول وحده قعدت، اول وحده انه قعدت وبدلت فديت الشاطرات طلعت على امها. زين انا هم وادم هم. يلا خلنا نروح. شو نسوي؟ نسوي شوية ميك اب لان طلعت كل شي ما خليت، بس واقع شمس بس شوية خفيف ميك اب السيارة، طلع عركة ويا الكاميرا ويا الاي لاينر. اريد اجاوب على كم تعليق طبعا جنب بالي هسه، واكثر تعليق يعني شفته يقولون ليش القناة مو اسمها دنيا ومحمد؟ القناة هي اسمها دنيا محمد، يعني هذا اسم الشهرة، وانا اخذته من حسابي الفيسبوك قبل الشهرة كان اسمه مجنونة محمد، فقلت خلي اسمي قناتي دنيا محمد، بينما قناتنا التحديات اسمها قناة دنيا ومحمد. اوكي حبايبي؟ ايه ورجعت لكم بعد ميك اب السيارة. زين نرجع لموضوعنا نفسه اللي هو اسم القناة. فقلت لكم يعني قناتنا التحديات اسمها تحديات دنيا ومحمد، بس هاي القناة اخذنا الاسم يعني، ولحد الان حسابي اسمه مجنونة محمد بالفيسبوك، بس البيج اسمه دنيا محمد من المانيا. فرغم هذا اكيد ما تخلى قناتي الاولى قناة دنيا محمد اللي حاليا تشاهدون بها من دعم ابو شموسة اللي هو اسمه محمد، اكيد ايد واحدة ما تصفق ودعم العائلة كلها. فالحمد لله والشكر الله رزقني بهيك رجال. ما صفق؟ اي ما صفق. ها؟ فقلت لكم خلينا دا احكي، ضاع الحكي، ضاع ضاع. شو اقول؟ دوري دوري. خل اقول شعر على محمد. اقول له احبك غير احبك غير اداريك، غير انت الذي تبهذل لي حالي، اذا تاكل بقلبي وما اخليك احس مقصر وما ادري الجراري، يا كبتشو علي تحكي وازكيك واقول ايش قد حنين ايش قد بكالي وعليهم سلامتكم. يلا محمد طينا شعر. انا اقول لك اللي ياكل من خبزنا ويذوق الملوحه. لو الشعر الثاني، اذا عندك شماته اسحقهم برجليك، هاي لان الطريق طويل شو نسوي، فخل نقول لكم اشعار. اذا عندك شماته اسحقهم برجليك وظل امشي عليهم حيل وتبختر، ولا تصير واوي من جوا لي جوا، صير خوش ادمي وامشي عدل يحتار عدوك بيك، وبسلامتكم. هذا شعر مقطم. هذا شعر مقطم. شمس قولي لنا الشعر معدل، بما انه الاشعار مالتنا مقطمه. تذكرين هذا من دزيتي لي بصمه؟ يقول صير قبالنا. ايه. وقول انا وانا. ايه. مو مثل المره سولف ورانا. عافيه كفو. سكتنا عليك ما ردينا مو خوف. لا.
سكتنا جيا مو مستوانة. ايه بس الظاهر انت تريد تنهان. ايه متعود على الكفخ وعلى الاهان عليهم. يلا ششة على نار القلب خدرت. ايه شاياك وصديقك لو يحبك صدق شاياك دفع شاي الجماعة وعاف شايك. قمت انا وقلت شايك علي. كفا عليهم ارحب حيك حي. هاي المصطلحات نقولها بالتيك توك ارحب وحيك وما ادري شنو وعليهم. يقول لك امر من بابكم راكب مطيه. اوه امر وجلابكم تنبح علي. ايه سالت الديج عنك وين الاحباب. ايه يهز راسه السخيف ويضحك علي. اوه واحد اشتب يلا واحد يلا عراقي. يلا اوكي عنده واحد عراقي لعشنا يحكي هندي. يلا شمس الشعر خلنا نذكر هاي تذكرين. يلا لحظه فكش خلنا نذكر. يقول لك ليالي الخربانكم بات 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 خربنا ايش 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 اسكت. يلا اوكي اوكي هسه اسمعوني. يلا بس بس ارفع علي اسمعي بس صوت استحي. يلا ما تريد. ايه يلا بس صوتها. اوكي اوكي سوري سوري. يلا دا نسمع والله هاي اليج. اوكي لا لازم هاي من بابا اليج او من ايكال. يلا ايكال المهم اليج مي. يلا ايه امسح دمع غيري هسه من حبك بجيت. اوه قافل باب قلبي انت من يا باب جيت. اوه عليهم كنت امسح دمع عيني غيري كنت امسح دمع غيري هسه من حبك بكيت واني ساد باب قلبي. انا قافل انا قافل باب قلبي وانت من طبيت انت من يا باب جيت انت من يا باب جيت هذا شعر شمس. يقول ليالي خربنكم خربنا ومثل ما ابنكم خربنا تعانتني يا قشمر خرب انه مو انت هذا عجودلية وعليهم العاقل يفتهم. يلا شوفوا المنظر حنوش شعر شعر. يلا يلا امسية شعرية هاي حنوش كان ما موجود امسية لو صبحية صبحية شعرية هاي شعر حنوش الماي خل اسكت الماي ما يعرف ركوب الخيل الخيل شالته تمله تمله والما يعرف شلون المنتشه البل فوق والما صاعد نخل المنتشه البل فوق. يلا خلينا نسمع شمس. يلا المنتشه طوغاد عايش مبتعد المنتشه للجوع للحر للبرد ديرتنا مو ديرت قبل ظلت حديقه بلا ورد. يا صلوات شموسة والله منين جبتيها شموسة شمري اقلب الطنجرة على تمها تطلع البنت لامها. قولي هو هذا المثل شنو معناته اصلا. المعنى احنا عبالنا يعني تشبه امها هم بالمصري يقول ولو انا حاكيته من قبل حاكيته يقولون انه قبل يصعدن لي فوق يشرن الملابس فالمره لازم ما يطلع صوتها حاكيته لكم بس بالاعاده افاده فهن يقولن هذا الطشت يسمونه طنجره ما ادري شلون مو ايه ويدقن عليه يدق عليه حتى بيتها تطلع لها تجيب لها باقي الملابس ايه فيقولون اقلب الطنجره على تمها تطلع البنت لامها يعني اقلب الصدر يعني ودقه حتى البنيه تطلع لهم. للسطح قصدهم بس هو يعني صار بمعنى ثاني انه البنيه تطلع على امها وهاي حقيقة يعني الأم الشاطرة بناتها يطلعون شاطرات بدون حكي بس تباوع عليهم تفتهم. ايه خلاص شلون حنوش مرة قلنا له لا تمد ايدك طفار وهاي كان يقول ليش تقرصون بي ليش تقرصوني شي خلص الطريق. ايه يلا يقولون الصبر للفرج مفتاح. ايه طلع لوت الفرج سواها بصمة. اوه سبحان الله هاي ليش تلوتي الفرج شو اسويها بصمة فرج وهابا. ايه ها شمس خلصا الله يعلم
شلون تعرفون من هذين الطاحونات بيها هواية هواية كلش هواية. شوفوا هاي هنا أنا بحيرة وهاي الطاحونة. بس هاي شركة خاصة. جاية كل جاية. نفس اللون. هاي راح توقع عليها. مكتوب عليها حجة عباس. ما أدري والله. وصلنا أخيراً بعد سياقة ساعتين وأربعين دقيقة وصلنا، بس هسه شدة البارك إنه نلقى مكان للسيارة وصاير ازدحام وحتى السيارات واقفة ما تمشي، ما أدري ليش، بينما الباركات فارغة. ما اعرف شنو السالفه، ننتظر ونشوف. فات وكل شيء ان شاء الله يطلع يسوى التعب واللي جايه من هناك لهنا. اهم شيء القى الشغلات اللي جايه عليها، حصين اهم شيء مشتريات رمضان. بدون حنوش وين نطب؟ هيك وحده وحده لازم نمشي هسه بالطول ونرجع. لا والله مو بالطول. با هاي الشغلات الفيك. اي والله اقول يقولون ارخص، باعوا كل شيء. هاي مال الدي ام والروزمان هنا فيك. يا باع حتى الحمار وهاي. اقول يقولون فلان وعلان مالتهم رخيص، صار يجون منا ياخذون. ها راح نخلي الوشترة ورا محمد لان خوشي عامل، نزل من 11 لل 8. زين والله ما شفت اذا النجونات ما يعجب النج جوانا. اي 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 دولة باكستان يمكن؟ ما ادري، يمكن اعتقد باكستان. هذا ادم شي يريد بيكاتشو. عشرين يورو بيكاتشو. مو هذا بيكاتشو، هاي حلوة. هاي والله حلوة. اي والله شنو؟ قبل هو قبل نلقاه هذا. اي بوغاتي تريد تختار هدية لعيد ميلادها؟ اي هدية لعيد ميلادها. راح تختارين انه؟ بيبي عنده مما وملاهي. هذا دنيا. ناين هسة. ليش ما تاخذ؟ ها. ادم ليش ما تاخذ لعبة؟ لعبة أحسن. خذ لعبة أحسن. هناك روح لي قدام، هناك خيولي هذا عيسى. فلافل دنيا؟ تريد فلافل؟ أنا ما أريد فلافل، حبة. أنا أريد أني. أكل فلافل. يلا محمد أكل فلافل، وين ما يروح يريد فلافل. وهنا جماعة بومس، ها؟ أعطيك شيء فلافل. طيبة هي بس أنا ما أقدر للأسف، يعني معدتي تتخبل علي وبعدني ما ماكله ولا شيء. تعالوا خلينا نطب هنا اللي اريد من هنا من الثريات. حلوة ذني للبالكون. اي اذا ما شلنا ناخذ من هنا. تكسر والله؟ والله لا شلنا لا تكسر. خيزرانها خيزران حلو. حكي دنيا تدخلنا هنا مكان الاكل. ادم كافي عوفها هاي راح هذا يخلى هنا مكان كله اكل. خلينا نشوف ميلاده ولا راح ناكل اليوم من هواي دول. وين تريدون؟ هيا ها من يا دوله. وين يقول هذا في كباب؟ تعالوا خلينا نشوف مكان. الصعوبه هنا تحصلون مكان وتقعدون مكان مزدحم، ولقينا كباب عراقي. ما دام اكل عراقي يفوز. شوفوا ها. اي مبروك حنوش، اشترى كفر للموبايل. لسه كل شيء ما اشتريت ولا شغله من الريدهن. هذا ادم شوف شو اشترى، يلا سوي لنا بيها. واو قد
إذانات بيكاتشو. هلأ 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 هنا 23 هاي حق لا 33 أعطاني عشرين دولار غيرنا المكان بقينا مطعم العراقي جينا نطبخ فيه كل ما أشوفه ما يشبه كباب عراقي هذا ما يشبه بعد شو تريد؟ الأكل فيه كوكو صدق يريد كوكو اقول لك حتى الاكل فيك حتى الاكل فيك هنا خل نشوفه لا ولا كباب عراقي ولا ابد حتى بسم الله لا طيب طيب بس يعني قوي ما اعرف ليش او شلون بي سيده مضروب دجاج طيب طيب ايه بس قوي كباب العراق ده مو بأي عراقية بس ايوه بيبي لما تاكل لازم تشرب شاي اكيد بيبي طيب طيب حاطين بيه العطره مال الشاي هذا البساط هاي مو بساط زوليه بس ليش خفيفه احسن والله تنغسل هاي والله وهذا البساط مالتنا الدنيا ذني مين يجيبون ما اعرفهم ذني والله حلوه الدنيا بس وين وينكم منهم هو هنا اكو بس ما اعرف وين هواي شغلات سماق كرزات عراقية كلش حلوة حلويات تكي بعد شنو خمر الدين خمر الدين دنيا ذني بهارات اكو بهارات دنيا اي بهارات برياني هذا الورد زين دنيا هاي شوف السله هاي مال بهارات شكو بهارات هذا بهذا قمر الدين طبعا هاي الشغلات هنا اللي يسوونها القيسي والله زينات درجه اولى هذا الزبيب درجه اولى بالك اي والله هاي مال برياني هاي كلها هاي كلها كرد عراقي 100% والله عاش في الايادي الحب بيش كيلو كذا بس خلي لي كيلو اي والله وهاي عندهم ماكينه همين راشي اصلي يطحنون يسوونه هنا مباشر اللي يجي من عندنا سوي له تخفيض طبعا ايه هاي سعرها هاي كم بخمسة بعد حلقوم حلاوه هذا تركي هذا ما عرفته شنو هذا تين تين هذا والتين والزيتون وهذا عسل اصلي وهناك لبن اربيل وهذا كله عسل شلون تقول هاي هذا دبس رمان شلون طعمه واو خرافي حتى ما بي حلا ماكو وحده متروسه شو ما متروسه حتى ما. لا لا يعني كلها هنا انا ما اكل اي طيبه هاي متروسه خلصت من البيل العطر صدق حقيقي يعني ايش قد قوي الهيل والزبد هم هاي اشتمت هاي لا ما اشتميتها بس انا اريدها اخذها كان ما بيها واو لازم تقول واو لازم واو لازم
والله صدق والله. وشمس اخذت قمر الدين. اي شمس اخذت قمر الدين واخذنا بهارات برياني بس صدق. ليش ما اخذتي سطله بهارات؟ ماكو بس هاي. ما عندك سطله بهارات برياني؟ لا والله. اخذتي دنيا. الرمان هم بتريدون ناخذ؟ اي. لا حسينا نفسنا باربيل. ها ولبن اربيل ما ناخذ؟ احلى شيء الضوء شمس. الضوء علاوة الراشد جنن. ما يقرأ قمر الدين. اشترينا قمر الدين. كل شيء اصلي هنا كل شيء اصلي والله يختلف. الريحة والطعم تختلف. ابيض؟ ابيض اي اريد بس هذا ما يبيعوه؟ جوز. مثل الهاشمي. يمكن هو اصلا مو ويا ذاك الجو. ها. حلو. والله اي والله خير الوحده الحنوش شنو هاي الجمال انا لف الولاد الولاد راحوا سفار البغداد شنو هاي فيها بالايد خايفتي يوم شعري اليوم الصبح كله الصبح شلت اسوي بيه شوف يا هبه واكن ما خرب هي خل تطلع حلوه حلوه مساء الخير شلونكم شو اخباركم متابعين دنيا شرفنا بكم اهلا وسهلا ابكي ابكي أريد هيك زوليه. ذيك كبيرة أكو مثل. أسعد حاطين. أنا حاط ياكل فلافل. بوني البوتيتة؟ لا. آخذ لهم واحد؟ إيه. والله. حنوش يريد سيف، يقول لو جايبين السيف كان تونسنا، كان أكو سيف الفقار. طبعًا جينا بس مو مثل ما كان ببالنا إنه. قالوا واو وكل شيء حلو ما اعرف شنو تلقون كل شيء تريدوه ماكو لا والله وكل شيء مو حلو وكل شيء بس بهارات ماكو كواليتي وماكو اي بس البهارات صدق وين رايح محمد؟ مكان مال الحين شو نسوي بيهن؟ خل نطب هنا تعاي بس المحل هذا العراقي صدق البهارات والدبس الرمان يسوى والدهن الحر ايش قد مشترين احنا ونقول هذا دهن حر عراقي؟ لا مو نفس هذا الريحه والهيل يجنن بس باقي الشغلات كلها فيك ولا كواليتي ولا شيء حرامات على البنزينات تعالوا خل نطب نشوف ابد كله فيك ويعني هيك حتى من تشوفونه انه هذا شيء مو حلو وابد لا تشتروه على قولت شموسة تقول له رايحي للإيكيا كان تونسنا أكثر يا بنروح للإيكيا أحسن لنا بيها كل شيء لو جايبيني سيف إن شاء الله باكر لا باكر ماكو أحد هذا السوق يفتح السبت والأحد والجمعة يقولون نص المحلات تفتح بس والله ما بي ذيك الشغلات يعني تستحق واحد يتعنى لها هواي وذني شغلات الفيك سبحان الله انصدمنا أقول يقول إن الدنيا هاي ليش غالية هاي بخمسة هاي بثمانية ترى عيني يشترون كان منا أنا فيك ترى لأنه الميبلين عندنا بالدي أم ب13 الأويسرين تعرفون الأويسرين أنا هاي مجموعتي يعني صار لنا شقد استعملها أكثر من سنتين إنه بس الواقي الشمس أشتري ب39 ب40 مرات إذا أكو تخفيضات يصير ب37 35 هيجي هنا ب17 يعني حرامات حتى ال17 هواي والله وقع رجلنا حديد نشكوك يلا بابا يا امي ما يحارب هو يحارب هو اصلا ما يحارب لعد بس تحط السيف وتباوع عليه نسوي ديكور لعد تسوي اول شيء ديكور يكسره ورا يومين والله كسره ورا باك ورا شوف خبلت علينا رحنا ورجعنا كان خبل علينا هسه صار زين دنيا لازمك يريد يقعد يربع الاتجاه نحو اليمين الحمد لله اشتغل احنا ما نقدر بلا الجي بي اس ها نحبك ومات هذا الجي بي اس لو ما هو احنا عميان العالم ما ادري شلون يمشون يمشون على النجوم يعني قديم الزمان اي على النجوم لو شو اسمه
هسه منا نحو عندهم كومباس. مي 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 شنو يعني؟ هذا اللي يقول نود. بس هسه بالعراق ماكو جي بي اس على اتجاهات اللي البوصله هم قبل الجي بي اس البوصله يعني. ايه عليك الاتجاه بعض الطيارات. الحمد لله هسه طلعنا وما عندنا انترنت ولقينا واحد عربي يمني محمد كنك عليه وحملنا الخرائط ورايحين للبيت. بس قلت له ان شاء الله نوصل بالسلامه. شوفوه هذا طالع بس الاشجار لو يوخرن شوي عنه يشبهني في الجنة. شوفوه قمر 14 يخبل ويجنن يا ربي القمر. ها اقلابه مشتعل. شوفوه جنن. صباح الخير يا حلوين. صار الطريق شطولة تكسرنا. صار الليل وبعدنا ما واصلين. هيك لا لها ولا عليها. تعبنا والله تعب بلاش. اتعب والتعب ضايع بلاشات. رعيت الخال لابن اخته بلاشات. يقول الخال هذا ابن اخت لي وعليهم. يلا روحوا للاستراحه بسرعه بعدنا ساعه ونوصل لبيتنا. يا بتعبنا والله. عندي بعد تحضيرات كوما وشغلات لازم اسويها وبعد كل شيء ما اشترين والله. ها وبعد تحضيرات عيد ميلاد انه لسه ما سويناها. نجوم طالعة حلوة. يلا خل نروح شوية نستراح ونرجع لكم. وصلنا للبيت الحمد لله والشكر. تعبنا طريقنا كان طويل. اشتريت طبعا هاي بطريقي هم طبيت للكوفلاند. لقيت هاي السكينة عليها تخفيضات. طبعا هاي من شيف يعني. كانت 59 يورو هسه مخفضينها نص السعر. اشتريت وحدة راح نحتاجها برمضان هواية. هنا شو اشترينا؟ ما راويكم من الشغلات. خلينا للفيديو مال ديكور رمضان. هذا هسه مسواق رمضان. شغله غير رمضان. اي هاي غير مال رمضان. هاي الفيديو عيد ميلاد انه عوفوها. فاليوم رحنا هم زياره وهم تسياره. هم غيرنا جو شويه بس للاسف ما لقيت الشغلات اللي اريدهن مال ديكور رمضان. يعني حابه شويه اسوي شغلات ابد ما لقيتها. بس اكثر شيء فرحنا به ذن الشغلات العراقيه اللي هنا من شمال العراق يجننن. هذا الورد الريحه مالته تخبل. هذا هم تقدرون تفوروه مثل الشاي ويا الاعشاب وتشربوه كلش طيب. وشنو الهيل ما اقول لكم الريحه مالته تخبل. يعني صدق هذا هيل. هاي الشغلات الهيل اللي نشتريها منها ضاع الريحه. تجنن تجنن ومبين الهيل من لونه. اذا هيك اخضر حيل وكبار هذا زين يعني جديد وريحته قويه. وبعد جبت دبس الرمان الاصلي هماتين. هذا شوفوه هذا على الدولمه يصير يجنن. وجبت الدهن الحر هم الاصلي. يعني يا ناس الريحه تختلف ابد والله مو مثل هذا اللي نشتريه منه. ريحته تجنن كلش قويه. وهذا كيلو الا شويه سعره ب 20 يورو. يعني هنا يبيعوه ب 15 هيك. بس للاسف يعني مو مثل هذا. جبته مثلا نسوي حلويات نسوي التمر برمضان. هاي الشغلات كلها خليتها الها. اذا سوينا كليتش ان شاء الله هم اخلي من عده. وجبت بهارات برياني. جبت تمر هند هذا معصور ومخلينا هنا هم يفيدنا. وجبت حتى البودره مال العنبه. هاي كلها عنبه شوفوها. ايضا هذني الشغلات حلوات كلهن جبتهن. وجبنا باقله كانت كلش رخيصه والحبايه كبيره هم. فجبتها كيلوين. نسوي من عندها محمد كلش يحبها. انا البقوليات مو صديقاتي لانه عندي القالون العصبي. وجبت لهم هذا القيسي هماتين يردوني اسوي لهم الطرشانه. فان شاء الله بالايام الجايه اسويها لهم. واذا ما سويتها عند رمضان خلوها. ما بقى لنا شيء ان شاء الله رمضان. وهنا كله بهارات. جبت بهارات برياني. جبت سبع بهارات. هاي كلها بهارات. هذين الشغلات اللي قدرنا اليوم نشتريها.
وجبت هم بخورات، هذين البخورات تتذكروهن ويا المبخرة. جبت تقريبا 4-5 قطع هيجي. زين ماما بقى ماكو بعد ما قلنا عندنا هاي الايباد الثاني. ايباد نعم اي الايباد مالتك اصلح. هنا مسواق عادي يعني جبته من الكوفلاند الطريق، لان باكر عطله وباكر هم اريد اسوي الصينيه مال الولاده مال 15 شعبان للامام مهدي عليه السلام. اي هذا الادم ما يخلينا نحكي. زين فسوقت على السريع من هنا وجبت شموع لان باكر عطله ما راح اقدر اسوق. وهذا هم جبته للطرشي، راح اسوي طرشي ان شاء الله. جبت لهم ايس كريم صمون ذن الشغلات. فلهنا انا حبايب قلبي خلاص الفيديو مالتنا اليوم، ان شاء الله عجبتكم سفرتنا ومسواقنا. هذا اول مسواق الرمضان، هاي بعدنا شغلات بدائية يعني، فبعد هواية بعد ديكور رمضان. ان شاء الله بالايام الجاية اروح والفكرة اللي ببالي ان شاء الله تصير واقدر الك اليوم ما كسح قبل البداية لازم بالنهاية القى الشغلات اللي احتاجها للديكور ونسويه ونشاركه وياكم اكيد. احبكم كومات وانتظرونا بالفيديو الجاي. مع السلامه.